بسم الله الرحمن الرحيم. بيان أهالي مدينة مصراتة. إن أهالي مدينة مصراتة وهم يتابعون مجريات الساحة السياسية في بلادنا الحبيبة ليبيا وما وصلت إليه البلاد من انقسامات جراء ما يفعله ما يسمى مجلس البرلمان المنحل والصادر بحقه حكم الدائرة الدستورية والمنتهي الولاية منذ سنوات، وكذلك ما يفعله ما يسمى المجلس التشريعي الأعلى للدولة من بث الفتن بين أبناء الشعب الليبي الواحد وزرع الأحقاد وجر البلاد إلى الفوضى المعتمدة، وخصوصا بعد تشكيل لحكومة موازية في الشرق الليبي تنفيذا لمخططات المخابرات السيسية ودول محور الشر، وكذلك من أجل تمديد لبقائهم في مناصبهم لسنوات أخرى، ومن هنا إلى تسليم البلاد إلى حكم العسكر البغيض وحكم الفرد. وعليه فإن أهالي مدينة مصراتة بكامل مكوناتها وهم يتابعون ما يجري يطالبون بالآتي: 1. سحب الثقة من المجلسين النواب والأعلى للدولة لعدم التزامهم بخارطة الطريق المتفق عليها ومحاسبتهم على هذا العبث. 2. طرح المسودة الدستور المنجزة من لجنة إعداد الدستور للاستفتاء الشعبي، ومن ثم الشروع في الانتخابات البرلمانية والانتقال بعدها إلى الانتخابات الرئاسية وفق دستور يتفق عليه كافة أبناء الشعب الواحد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. 3. نرفض وبشدة أن يكون لمجرم الحرب حفتر أي دور في المشهد السياسي أو حتى أن يكون له علاقة بما يحدث في الشأن الليبي، ونطالب بتقديمه للمحاكمة على ما قام به من جرائم حرب ضد الأبرياء لا زالت آثارها إلى يومنا هذا في المقابر الجماعية الممتدة في كل ربوع الوطن. 4. نطالب السيد رئيس المحكمة العليا والسادة أعضاء بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية بتفعيل الدائرة الدستورية. رحم الله شهداءنا وشفى الله جرحانا وعاش الوطن وعاشت ليبيا حرة أبية. صدر بمصراتة الموافق يوم الجمعة 18 من مارس 2022. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.